كثيرة وقيمة هي المقتنيات والقطع التاريخية الأثرية والوثائق المهمة التي يضمها بدفء متحف السكة الحديد بعطبرة، أحد أكبر الحاضنات الحقيقية لتاريخ وإرث سكة الحديد لحقب زمنية متباينة ما قبل وبعد السودنة. لذلك فمن الطبيعي أن يمثل المتحف لكل قادم وزائر له ومتجول بين ردهاته وأجنحته المدهشة ذاكرة حية ناطقة وشاخصة لتاريخ مدينة عبر القديم، إن لم نقل حقبا من تاريخ السودان الحديث. وبما أن هذا المتحف حفظ لسكة الحديد وثائق ما قبل السودنة، فإن به أيضا شواهد ذات قيمة تاريخية عظيمة لسودان ما قبل الاستقلال. فوابور الحملة البريطانية المصرية التي قادها سير هربرت كيتشنر لازال واحدا من أهم آثارها الباقية للعام 1898. بدأ كيتشنر يستعد لهذه الحملة بعد ما وضع خيارات، وكان خياره الوحيد الأغنعبيون الحكومة البريطانية إنه يعمل خط سكة حديد من وادي حلفة إلى أبو حمد إلى بربر إلى عطبرة ثم إلى الخرطوم، وبعدها معركة كرر طبعا حسب التاريخ المعروف. فكيتشنر استعدادا لهذه الحملة فأرسل أول مشرف بريطاني على سكك حديد، ولما نقول مشرف أنا بقصد مدير عام، لأنه المسألة دي كانت اسمها مشرف لغاية سنة 1908، وبعد 1908 تغيرت الوظيفة إلى مدير عام. فأرسل غريوارد وهو الرجل العسكري، فأرسلوا إلى مصر لشراء 15 وابور. فقد كان هذا الوابور هو الرابع من بين 15 وابور لقطر 200 عربة لتنقل أكثر من 26 ألف جندي، هم قوام الحملة البريطانية المكلفة بدك حصون الدولة المهدية واستعادة السودان من جديد وحكمه تحت التاج البريطاني المصري. الوابور القدامنا حسا وابور بخار، وهو واحد من 15 وابور. ده الوابور رقم 4. الوابور الأول والثاني والثالث ديل حسا ما موجودات مع مرور الزمن، هذه الوابورات يا إما تكون اتخردت يا إما يكون شالوها البريطانيين، فما في أي تاريخ عنها. لكن الوابور نمرة 4 تمكنت السكة الحديد من الاحتفاظ بهم من الوقت ذاك، وكان محتفظ به في ورش السكة الحديد مكفول. الوابور رقم 4 كما تقول الروايات كان مقفولا داخل الورشة بعطبرة، ولم يتم إخراجه وتشغيله إلا في عهد الرئيس الراحل جعفر نميري، حيث قطرت معه صوالين القصر الجمهوري التي أقلت النميري من خارج محطة عطبرة إلى داخلها في رمزية تجسد للاستقلال والسيادة الوطنية. ومنذ ذلك الوقت ظل وابور كيتشنر في المحطة يؤدي بعض أعمال المناورة المحدودة. دي وابورات مناورة، فدي تشتغل في حوش المحطة على حسب إشارة القطري، عايز قدام بتمشي، عايز خفيف تمشي، ما بعدين سرعة محدودة هي ما يعادل 8 كيلومتر في الساعة. لكن وابور حملة كيتشنر الرابع الذي تبقى من بين 15 وابور والتي لا يعرف على وجه التحديد أين ذهبت، غادر عطبرة إلى الخرطوم، لكنه عاد إلى عطبرة مرة أخرى بأمر مدير السكة الحديد الحالي. يظهر أنه كانت الفكرة أنه يوضع يا إما أمام القصر الجمهوري يا إما يوضع أمام قصر الصداقة أو في واحد من صوان الخرطوم، ويظهر أن الفكرة زي ما نجحت وظل في ذلك المكان، وبنحاول من الوقت ذاك أنه نجيبه. وفي الصدد ده أنا بشكر كثير جدا مدير عام هيئة السكة الحديد الحالي مكاوي محمد العوض، الباشمهندس مكاوي محمد العوض، لأنه اهتم اهتمام كبير جدا بهذا الوابور وأصدر قرار فوري بنقل هذا الوابور إلى متحف السكة الحديد، وبهذا تم حفظ هذا الوابور نهائيا وإلى الأبد إن شاء الله. ورغم قدم تاريخ دخول الوابورات البخارية للسودان بدءا بوابورات الحملة البريطانية المصرية التي قادها كيتشنر، إلا أنها لا تزال تحتل حيزا مقدرا في ذاكرة من بقي على قيد الحياة من قدام عاملي السكة الحديد بعطبرة، ممن خبروها فنيا وميكانيكيا وتمرسوا على قيادتها وصيانتها. الوابور طبعا بتاع بخار، البخار طبعا بتولد بالمياه، لما الواحد يديه النار النار طبعا بيولد بخار، البخار ده بيبقى موية، يعني البخار ده بيبقى ناشف لين شوية. لما دار تشغل الوابور انت طبعا بتفتح باب النفس بتاعه، يقوم البخار ده يطلع من باب النفس يخش مواسير بتاع السبريهيت، مواسير السبريهيت دي بينشف البخار يخليه ناشف يشيل منه المويه. لما عشان لما ننزل في البستم وينزل في السلندل يحرك يكون عنده دفع بتاع حركه، طبعا بيحرك اليمين في الاول والشمال في الاول على حسب الملاوين انت قاعدتها يا في اليمين يا في الشمال. البوابورات البخاريه
طبعا بتشتغل بالنفس او بالفيرنس، او نحن اخذنا مثلا بابور 238 بالفحم، فحم الحجري كان هو الوحيد دي. اما بالنسبه لبابورات البخار القياده بتاعتها برضه بالعين المجرده، يعني اي عطل يحصل اللي انت بتشوفه، بعدين العطل اللي انت بتشوفه بيجري تصليحه. يعني انا كسواق عندي مثلا مفتاح، عندي شاكوش، عندي مثلا اجنا كده، اشوف الحته اللي تعطلت دي امشي يتم تصليحها. ومن بعد وابورات البخار التي اسست للسكه الحديد السوداني وكتبت بدايه تاريخها، تطورت صناعه الوابورات تبعا لتطور صناعه السكه الحديد نفسها، فتوارى وابور البخار بعد ان طواه عصار الحداثه والنسيان. اول ما فكروا في البخار هم طبعا فكروا في الوابورات دي، لكن طبعا بقى يتطور كل شويه بقى يتطور، بقى يجي جنسي كده وجنسي 310 ويجي 500 ويجي 200 و220، وكان في واحد بعده طوالي 160 كان بيقولوا وابورات الخور. وابورات الخور كان المكانات بتاعته كلها حس انت شايفينها من برا دي كانت بجوه بجوه في ال يعني الحركه بتاعته كانت بجوه ما برا زي دي كده. طبعا هم ده فكروا ده عملها بورا لانه بقى اسهل من تشغيلها من جوه وكده. الان انتهى المطاف وابور كيتشنر لمتحف السكه الحديد بعد جهد جهيد، ربما ليحكي للاجيال القادمه قصه دخوله للسودان ويذكرهم بتاريخ تلك الحقبه، أو ليطرح تساؤلا مهما، أين ذهبت بقية الوابورات التي كانت معه؟ كان من الممكن أن ينصهر وابور كيتشنر مع ملايين الأطنان من الخردة الحديد وبالتالي تذوب وتتلاشى قيمته التاريخية والأثرية العظيمة، لكن وعي وفطنة الإدارة الحالية للسكة الحديد أنقذت هذا الوابور من ذاك المآل وعادت واحتفظت به داخل هذا المكان. عصام الحكيم لبرنامج كم من الشروق، ولاية نهر النيل، من داخل متحف السكة الحديد.